تحية طيبة لكم مشاهدينا، ألتقي وإياكم والتغطية الخاصة بقناة الموصلية الفضائية مع مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية في العراق الأستاذ كاظم سير ياسين. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم، شرفت شركة توزيع المنتجات النفطية بحضوركم اليوم إن إلى الشركة. كنا نتمنى أنه يكون هذا اللقاء قبل هذا الوقت، فأهلا وسهلا بكم مرة ثانية. أهلا وسهلا بك، وبالتأكيد نذكر للمشاهد هذه المرة الأولى ظهورك على شاشة تلفزيونية وتكون لقناة الموصلية، شكرا لحسن الضيافة بالتأكيد. لكن بالبداية نتحدث أستاذ كاظم عن عمل شركة توزيع المنتجات النفطية بإدارتها بفروعها بمنتسبها. تعتبر شركة المنتجات النفطية أكبر شركة شركات وزارة النفط، يبلغ عدد منتسبيها أكثر من 23,000 منتسب و 360 فيها العديد من الهيئات التوزيعية، من ضمنها الهيئة الغربية اللي فرع الموصل أحد فروعها، وفرع الأنبار، فرع صلاح الدين، وباقي الهيئات هيئة توزيع الفرات الأوسط، هيئة توزيع الجنوب، مضاف لهيئة توزيع بغداد، مضاف لها الهيئات المركزية، هيئة الدراسات، هيئة التجهيز، هيئة إدارية، وباقي الهيئات والأقسام المركزية اللي تدير نشاط الشركة. هذا بالنسبة للمنتسبين في كافة المحافظات، في كل المحافظات في كل العراق من الشمال إلى الجنوب. أيضا أنتم وقعتم عقد منذ فترة قصيرة مع دائرة النقل في وزارة النقل لنقل المنتجات النفطية للمحافظات، كيف ترون هذا التعاون؟ تعاون، بداية تعاون مع شركة النقل البري لإسناد النقل في شركة توزيع المنتجات النفطية، وإن شاء الله يكون بادرة خير على الشركتين. حقيقة احنا يمثل عندنا نشاط النقل جزء رئيسي، وعندنا هيئة مركزية بالنقل، وتقريبا العقود مغطية كل محاور العراق والنقل من كل مستودعات العراق. توجه الوزارة انه جعلت كل المستودعات العراق مستودع واحد، وين تكون اكو شحة في اي محافظة يتم نقل المنتوج من المحافظة الاخرى لها من خلال عقود نقل نظامية بجولات تراخيص، مضاف إلى الأسطول النقل الحكومي. اليوم أستاذ كاظم تقع على عاتق شركة توزيع المنتجات النفطية مسؤولية كبيرة، خصوصا بعد احتلال داعش للمحافظات وتحريرها من جديد بين النازحين بين المناطق المحررة. كيف تنسقون توزيع المنتجات النفطية اليوم بين كافة المناطق العراقية، خصوصا منها المحررة والنازحين في المخيمات بهذا الشتاء؟ تعتبر شركة التوزيع يمكن أكثر الشركات بالوزارة النفط والوزارات الأخرى كانت السباقة بإيصال المنتجات النفطية للمناطق المحررة وإلى النازحين وإلى كل المحافظات، والحمد لله قامت من خلال كوادرها بالفروع، خاصة فرع الموصل، فرع الأنبار، فرع صلاح الدين، وكذلك فرع ديالى، بالتنسيق بإدارة الشركة في بغداد بإيصال المنتجات النفطية وإلى الوزارات الأخرى، إلى الجيش وإلى الشرطة المحلية وإلى قوات الحشيد وإلى كل القطاعات الساندة اللي شاركت بالتحضير. أستاذ كاظم، هذا يشمل النازحين في المخيمات في الموصل؟ يشمل النازحين بالمخيمات وإيصالهم، أكو تنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين بإيصال كافة المنتجات لهم، عندنا حصص ثابتة وتوزيع الكثير من الحصص المجانية، والوزارة عندها غرفة عمليات اسبوعيا تعقد لايصال المنتجات وتدليل كل المعوقات والصعوبات اللي ممكن انه تعيق عمليات ايصال المنتجات للمناطق المحرره والنازحين. طيب استاذ كاظم، على ما اعتقد حصل هنالك عشوائيه في بعض مناطق نينوى منها الجانب الايمن في الموصل بتوزيع المنتجات النفطيه، حللتم هذا الموضوع؟ الحمد لله، وقامت الشركه بالتنسيق مع اداره الفرع هناك اللي حقيقه جهودهم لا يعلى عليها، كانت جهود جبارة جدا بإعادة المحطات وتأهيلها، سواء كانت المحطات الأهلية والحكومية، والآن الكثير من المحطات عادت إلى الخدمة عن طريق عمل حلت هذه المشكلة، عن طريق عمل كوبونات لتوزيع النفط الأبيض وكذلك السيارات لضمان إيصال الحصة إلى المواطن كاملة. بعض الإخفاقات اللي صارت أنه بعض العوائل فيما يتعلق بمنتوج النفط الأبيض كانت البطاقة التموينية أو الكوبون مفقود عندهم سبب هاي الأحداث داعش الأخيرة، والحمد لله استطاعت الوزارة من خلال لجان مشتركة من هيئة التفتيش، مكتب المفتش العام، وكوادر شركة التوزيع الموجودة
في المحافظة بالتنسيق مع القيم المقاميات ومدراء النواحي والإدارات المحلية بحل هذه المشكلة. بالنسبة لموضوع الفردي والزوجي لتخفيف الازدحامات في المحطات الوقودية، هذا الموضوع صحيح بالنسبة للشركة؟ لا لا، عن طريق كوبونات نوزع الآن المنتجات، وزيدنا الحصص والحمد لله ماكو أي أزمة في الموصل. حتى للسيارات؟ حتى للسيارات والكل، وفتحنا زدنا عدد المنافذ، الآن أصبحت لدينا أكثر من 84 محطة بين حكومية وأهلية، من ضمنها 25 محطة حكومية عاملة في الموصل، وزيدنا الكمية المنتجات النفطية، الآن كمية البنزين أكثر من 1.25 مليون يوميا، والنفط الأبيض 1 مليون، والغاز تقريبا زيت الغاز تقريبا 500 ألف لتر، مضاف لهاي الكمية هاي اليومي. نعم. مضاف لها أنه دعمنا إحنا المزارعين والحملة البذار اللي موجودة بالموصل، لأنه الموصل تعتبر من أكثر المناطق الزراعية بالعراق، فدعمناهم ب 19 مليون لتر من منتوج زيت الغاز، يوزع وفق آلية وضوابط محكمة وبالتنسيق مع مجلس المحافظة والإدارات المحلية في الأقطية والنواحي. طيب سيد كاظم، بالحديث عن المحطات الوقودية، الخسائر اللي تسبب بها تنظيم داعش بالنسبة لشركة توزيع المنتجات النفطية، كان لديكم إحصائية بهذا الموضوع؟ كإحصائيات رقمية مبالغ، يعني كلفة الأضرار الاقتصادية بالمليارات، والمحطات أغلب المحطات كانت مهدمة بالكامل. الآن بدأت الشركة بحملة تطوير شاملة، جزء من تطوير جزئي لبعض المرافق. نعم. المهمة وإعادة أكثر شيء عندنا المستودعات، ابتداء لضمان حصة المحافظة مثل مستودع حمام العليل، مستودع وادي حجر. جيد. والمحطات بجهود ذاتية من كوادر الهندسية في الفرع بدعم من الشركة بإيصال المعدات والآليات لها، الحمد لله عادت أغلب المحطات للعمل وبكفاءة عالية جدا. وعندنا محطات الآن معلنة للتطوير الشامل مثل محطة الثقافة وغيرها. طيب أعلنتم هذا مشاريع خاصة للمستثمرين بالنسبة للمحطات الوقودية في الموصل اللي لم تؤهل لحد هذه اللحظة؟ كاستثمار لا، بس كدعم للقطاع الخاص، أنه أكو خطة، أنه شكو محطات أهلية فتحناها وطينا إجازات إنشاء جديدة من قبل المستثمرين، بس مو المحطات الحكومية على الاستثمار، ما عندنا هيك شيء. طيب يكون المبالغ هي ربحية للوزارة أو للشركة، أم تكون هي للحكومة هذه المحطات؟ المحطات لا، جزئين، اللي للحكومة اللي احنا نقوم بتأهيله ويكون إدارتها من قبل كوادر شركة التوزيع، واللي للقطاع الخاص تدار من قبل القطاع الخاص بإشراف الوزارة كجهات رقابية تدقيقية، لضمان أنه عدم التلاعب بالمنتوج، لضمان أنه عدم تهريب المنتوج، لضمان أنه خدمة المنطقة بما فيها، لأنه توزع الحصص ابتداء على عدد السكان في المنطقة، وأنه لتأمين إيصال المنتجات للجميع بدرجة متساوية. بذكر المبالغ المالية، يكون توزيع المنتجات النفطية للموصل والمناطق المحررة إسوى ببغداد وباقي المحافظات؟ إسوى ببغداد بنفس الأسعار المحتمدة من قبل الوزارة، وأيضا النازحين، وكذلك النازحين. مع النازحين في بعض المرات يكون بالآجل نطيهم أو بالمجاني بدعم من الوزارة، مثل ما صار بقضاء سنجار، قامت شركة التوزيع بإيصال أكثر من 10 ملايين لتر مجاني، إحنا قمنا بها كشركة بدفع مبالغها، لأنه العوائل المتضررة وكانت حالتهم المعيشية صعبة جدا. فبادرت الوزارة بتوجيه من معالي الوزير وقيادة القطاع النفطي لهذا الشيء، ودائما توجه قيادة القطاع النفطي وعلى رأسها معالي الوزير الاهتمام الأكثر يكون بالمناطق المحررة، وإعادة إعمارها وتأهيلها، ودعم الوزارة بهذا الباب على أعلى مستوى، حتى بالمؤتمرات الدولية العالمية، أنه الآن دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير النفط، أنه المؤتمر الدولي في فوس، أنه لدعم المناطق المحررة واستقطاب شركات عالمية وأجنبية للاستثمار في المحافظة، وإعطائهم كل التسهيلات الضرورية لنجاح العملية. طيب الكثير من الدول سيد كاظم تعطي المنتجات النفطية وتوزعها على في النقل السكك الحديدية، اليوم العراق هل هو قادر على أن يكون هنالك مشروع كبقية الدول؟ هل هنالك هذه الإمكانية موجودة؟ أكو تنسيق مع الإدارة العامة لشركة السكك العراقية مع وزارة النقل، ونعقدت عدة اجتماعات من ضمنها على المستوى الفني والإدارة العالي للتنسيق إن شاء الله. ومثل ما تعرفون حضرتكم، هي ابتداء كل المناطق ما مغطاه بالسكك الحديديه بالعراق، نفتقر الى شبكه السكك الحديديه، بس الان اكو تفعيل للموجود من عندها، وعندنا فيما يتعلق نقل الان من البصره باتجاه الفرات الاوسط باتجاه بغداد يوميا بمعدل 500 ألف لتر عن طريق سكك الحديد.
هسه راح نفعل انه بعد الحمد لله بجهود الخيرين في وزارة النفط والكوادر العاملة في شركة نفط الشمال ومصافي الشمال والخطوط الأنابيب وشركة التوزيع والشركات الساندة والمشاريع النفطية، الآن إعادة تأهيل مصفى بيجي، فصار جزء من الخطة انه نحاول قدر الإمكان انه نستخدم النقل من المصفى بالمنتجات سواء كان نفط خام او منتجات باتجاه بغداد باتجاه الجنوب عن طريق سكك الحديد، وهذا صار التنسيق عليه وعقد مذكرة تفاهم مع شركة السكك الحديد. نعم. والحمد لله توقعت عقود أولية بهذا الموضوع. نعم أستاذ كاظم، أنت لديكم تعاون كبير مع وزارة النقل، ممكن يكون هنالك تعاون آخر لغرض إنشاء شبكة سكك حديدية كما ذكرت الآن في بعض المحافظات التي لا توجد بها هذه الإمكانية؟ أكو هيج تنسيق بهذا الموضوع، والآن في بدايات إن شاء الله، نسأل الله أنه يتم على أحسن وجه. نعم، نتحدث عن منتسبي شركة توزيع المنتجات النفطية في المناطق المحررة بالتحديد، باشروا إعادة العمل، باشروا من جديد للخدمة في دائرة توزيع المنتجات النفطية أم لا لحد الآن؟ لا الحمد لله تقريبا أكثر من 90% الآن باشروا، وكإدارة شركة الآن بدينا أنه نأهل مقرات ثابتة بديلة عن المقرات البديلة اللي كانت في إقليم كردستان وفي المناطق اللي يعني خارج سيطرة داعش، الآن بناية الفرع على أعلى مستوى. أستاذ كاظم، على ما أعتقد بعض الأبنية للدوائر التابعة لشركة توزيع المنتجات النفطية تضررت بتنظيم داعش أو الحروب في التحرير، إعادة التأهيل من جديد كانت، هل هي من قبل الحكومة أو صندوق إعمار المناطق المحررة أم على حساب الوزارة الخاصة؟ أغلب أبنية وزارة النفط فيما يتعلق بشركة التوزيع والشركات النفطية الأخرى تضررت بالكامل. نعم. والحمد لله بجهود الوزارة وبتمويل من الوزارة ومن شركتنا احنا فيما يتعلق بشركة التوزيع، بتمويل ذاتي من الشركة، تمت إعادة أبنية الفرع والبنايات الأخرى على أعلى مستوى، والآن جميع الموظفين دامون في هذه المقرات، وتم نقلهم من المقرات اللي كانت المقرات البديلة اللي موجودة بإقليم كردستان الآن إلى فرع الموصل، وتم إيجار بعض البنايات الجديدة لهم لحين إكمال المتبقي من بنايات الفرع. أستاذ كاظم، أكبر مشكلة كانت لموظفي الموصل هي الرواتب، الرواتب إن كانت الشهرية أو الرواتب المدخرة، بالنسبة للشركة وزارة النفط عملتم على هذا الموضوع؟ بالنسبة للرواتب الحمد لله الآن جميع موظفين فرع الموصل والمناطق الأخرى المحررة تم تدقيق معلوماتهم الأمنية وعمل التصاريح الأمنية اللازمة لهم، وراتبهم يستلموها بالكامل حتى المدخرة، أيضا المدخرة تم توزيعها كذلك كل الدوائر؟ كل الدوائر فيما يتعلق في وزارة النفط. جيد، أتحدث عن موضوع جدا مهم أستاذ كاظم، كونك أكيد خبير في هذا المجال، هو النفط، الآبار النفطية الموجودة في الموصل، كيف رأيتمها ما بعد داعش خصوصا التي تم حرقها من قبل داعش؟ قامت الوزارة بهذا الباب بجهود جبار الحمد لله بإعادة هذه الآبار إلى العمل والسيطرة عليها، وعادت إلى ضمن شركة نفط الشمال، والعمل قائم بها على قدم وساق لتطويرها وإعادة تأهيلها والعمل بها من جديد. نعم، بالنسبة للدوائر التابعة لشركة توزيع المنتجات النفطية فيما يخص المناطق التي يتم توزيع لها المنتجات النفطية، هل تم تحديد هذه المناطق من قبل الشركة أو من قبل الوزارة حتى لا نعود إلى العشوائية من جديد؟ لا، يتم التحديد من قبل إدارة الشركة بالتنسيق مع إدارة الفرع، والحمد لله أنه ما عندنا منطقة في الموصل خاضعة لسيطرة الحكومة المركزية الآن أسوة بباقي المحافظات تستلم حصص المنتجات النفطية وفق الكثافة السكانية وفق دراسات مقيدة ومحددة ومدروسة وبمصادقة الوزارة. نعم، بخصوص تسعيرة الوقود للسيارات في المحافظات، هل ترونها مناسبة للفئات الضعيفة ماديا؟ جدا مناسبة، لأنه هذا أغلب إحنا بالمناسبة جميع الوقود نبيعها للمواطن مدعوم من الدولة، ويكلف الشركة خسائر تصل إلى المليارات. خسائر للشركة؟ للشركة طبعا، لأنه في بعض المنتجات كلف الإنتاج أعلى من السعر اللي نبيع به، وهذا يسبب خسارة للشركة. للشركة وللوزارة. طيب المواطن يرى هذا المبلغ كثير على الوقود، يعني كثير أرخص. ما يتم لا أكثر. تعتبر لذا المبالغ تختلف بين المحطات الوقود. يعتبر يعني العراق أرخص بلدان المنطقة والبلدان المجاورة في أسعار المنتجات النفطية. أيضاً أرخص من المحافظات الشمالية؟ أغلى المحافظات الشمالية. أغلى المحافظات الشمالية. بالعكس، عندهم تسعيرة الوقود على ثلاث درجات.
اقل الدرجات يحتمدون على اساس انه الاوكتين نمبر مالته اقل الدرجات هي اغلى من اعلى منتوج عندنا. اذا انت سعره مناسبه تقول اسعارنا جدا مدعومه يعني لتر النفط الابيض يكلف الدوله اكثر من 150 واحنا نبيعه بس ب 150. جيد اذا مناسبه. جدا مناسبه. طيب نتحدث عن وزاره الكهرباء، مدى التعاون بينكم وبين وزاره الكهرباء؟ هي تحتاج دعم من وزاره النفط لايصال الكهرباء للمناطق المحرره وكافه المحافظات العراقيه، كيف هذا التعاون يكون؟ تعتبر وزاره النفط اكثر وزاره متعاونه مع الكهرباء لعده اسباب. اولا بلغت ديون على الكهرباء ما يقارب العشرة تريليون لحد الان الديون لحد موجوده اليوم الديون، ورغم هذا مستمره وزاره النفط بايصال المشتقات النفطيه بديل عن وزاره الكهرباء لكل المحافظات، تجهيز كل المولدات اللي المفروض هو دور وزاره الكهرباء بالمنتجات النفطيه. الان فيما يتعلق بالموصل وصلاح الدين بديل عن وزاره الكهرباء تقوم وزاره النفط بدفع المبالغ للمستثمرين في محطات الكهرباء الموصل وصلاح الدين وكذلك كركوك. اذا متى تقوم وزاره الكهرباء بتسديد الديون لوزاره النفط حتى تقوم بعمل مجدد مع الوزاره؟ اكو عده اجتماعات بهذا الباب في مكتب دوله رئيس الوزراء بحضور المستشارين الاقتصاديين ووزاره الماليه ووزاره النفط لوضع حلول لمعالجه هذه المشكله. الان في حال لم يتم دفع هذه المبالغ تستمر وزاره النفط تستمر قرار دوله رئيس الوزراء ووزاره النفط انه تستمر وزاره النفط بالاستمرار بهذا الدعم حتى ما يأثر على إيصال الكهرباء للمواطنين، وأنه ما نحرم المواطن من خلل قد يكون هو في مشكلة الدولة وليس مشكلة المواطن. طيب أكثر المحافظات استهلاكا للمنتجات النفطية؟ اللي هي بغداد أكثر ككثافة سكانية، بغداد نعم. تعتبر بغداد برا تجي البصرة والموصل. البصرة والموصل حسب عدد الكثافة السكانية هي الحاكم في توزيع الحصص المنتجات النفطية فيما يتعلق بالبنزين وزيت الغاز وكذلك النفط. طيب لديكم محطات في الأماكن الحدودية الموجودة في تل العفر وسنجار وغيرها من الربيعة على سبيل المثال لإيصال هذه المنتجات؟ كثير من المحطات لدينا، تم فتح محطات حكومية ومحطات أهلية لخدمة أهالينا في الموصل وهي المناطق الحدودية. في تل العفر محطات حكومية ومحطات أهلية مفتوحة. نعم. الآن في ربيعة اللي هي تعتبر منطقة حدودية، ورغم أنه في المناطق الحدودية المفروض يباع المنتج بالسعر التجاري الاستيرادي، إلا أنه الوزارة ارتأت لأنه الآن باعتبار الحدود مغلقة ولحاجة الناس ولضعف الحالة المعيشية أنه تبيع بالسعر المدعوم في ربيعة. قبل أيام فتحنا المحطة والحمد لله ماكو أي مشكلة عندنا في إيصال المنتجات أو شحة في المنتجات. هذا يشمل بقية المحافظات مثل الأنبار وصلاح الدين أيضا متضررة؟ كذلك بقية المحافظات. نعم. كم عدد المحطات الوقودية اللي تم تأهيلها من جديد ما بعد تحرير الموصل؟ العامل الآن أكثر من 84 محطة مثل ما قلت. بالأصل كم كانت؟ أكثر من هذا العدد. أكثر من هذا يعني الضعف تقريبا. لكن المناطق المهمة تم إعادة تأهيلها. أي والآن الكميات الوقود والمحطات تكفي في المرحلة الحالية لتأمين إيصال المنتجات لكل المواطنين. وعندنا لجان تفتيشية ولجان رقابية الآن قدمت قائمة من المحطات الأخرى المؤهلة، الآن احنا بصدد التدقيق الأمني لها والفحص الهندسي والتشيك الفني لضمان سلامة انه المحطة عملية اشتغالها بالصورة الصحيحة، وان شاء الله خلال الايام القريبة يتم فتح عدد اكبر من المحطات. لو اتحدث فيما يخص دائرة توزيع المنتجات النفطية مشاريعها المستقبلية خصوصا للمناطق المحررة. مشاريعها المستقبلية للمناطق المحررة وكذلك المناطق الاخرى. نعم. هي نفس الخطة التطويرية. بالمناطق المحررة اكثر شيء اعادة تأهيل جميع المحطات، بناء خزين يضمن إيصال وتأمين المنتجات النفطية تحت أي ظرف، إعادة تأهيل المستودعات اللي تضررت بسبب الحرب والعدوان وداعش. نعم. يعني تقريبا أكثر الأمور أهمية في خدمة المواطن فيما يتعلق بنشاط شركة توزيع المنتجات النفطية. المشاريع المستقبلية كشركة عامة يعني تشمل كل المحافظات، اعتماد البطاقة الإلكترونية في توزيع المنتجات النفطية، البطاقة الذكية للدفع المسبق، استخدام تقنيات جديدة في تشيك وتدقيق المحطات والكميات المصروفة والمستهلكة. نعم. هذه تعتبر الأكثر الآن المشاريع المستقبلية لها، متابعة
السيارات الناقلة المنتجات النفطية لضمان عدم تهريب المنتوجات عن طريق منظومات الجي بي اس، وهذا المشروع هو راح يكون يغطي كل مناطق العراقية كمشروع واحد ليس محافظة دون الأخرى. جيد أستاذ كاظم، أنت تعلم كل دائرة أو شركة أو عمل معين يكون فيه معوقات معينة ممكن إيصالها للمسؤول من خلال هذه التغطية المعوقات التي تواجه شركة المنتجات النفطية حتى تستطيع العمل بشكل كامل وإيصال منتجات إلى من يستحق من المواطنين. أكثر المعوقات اللي تواجه شركة المنتجات النفطية في إيصال المنتجات النفطية هي في طريقة النقل، وما تلاقي الصهاريج الناقلة من تشدد في السيطرات وعدم السرعة في إصدار الموافقات الأمنية لدخول الصهاريج إلى المحافظات من خلال مركز العمليات الوطني، وأكو بعض المعوقات الحالية اللي خاصة اليوم اللي ظهرت في هذا اليوم البارحة صدر كتاب إنه لازم الشركات تكون حاصلة على براءة الذمة، في حين إحنا كل العقود مع الشركات ابتداءً ما يصير عقد ويا شركة توزيع أو وزارة النفط إذا ما يجيب لنا كتاب براءة ذمة مصدق من الضريبة ومع صحة صدور. جيد. وإحنا نستقطع المبالغ، فمن تظهر هاي التعليمات قد تكون شركات أخرى مشمولة بها، بس الآن سببت لنا مشكلة في إيصال المشتقات إلى المناطق وخاصة المناطق الغربية والمناطق الشمالية. هذه هي مشكلة أمنية. مشكلة أمنية. طيب لماذا لم يتم التنسيق مع الجهات الأمنية؟ الآن أكو تنسيق على أعلى مستوى، والحمد لله الأخوة في مركز العمليات الوطني وغرفة العمليات مشكورين إنه يحاولون قدر الإمكان كل على حسب اختصاصه بتسهيل هذه الأمور، وعندنا إحنا في وزارة النفط غرفة عمليات خاصة لهذا الغرض. جيد. أستاذ كاظم نشكر ظهورك لأول مرة على الشاشة التلفزيونية وخاصة لقناة الموصلية المرة الأولى، لكن أترك الكلمة الأخيرة لك بهذه المناسبة ظهورك أول مرة. أنا اللي أشكركم، وابتداء لمعزة الموصل. شكرا. وحق الموصل علينا، كان لي الشرف أنه أكون هذا اللقاء، وأسأل الله أنه يعم الأمن على العراق جميعا والموصل خاصة يرجعون أهلها، أهلها اللي يعتبرون نقول احنا لهجتنا الشعبيه شلون زهور العراق. شكرا جزيلا. الله يبارك فيكم، اسال الله ان تكون لقاءات مستمره معكم وتغطيه كل النشاطات فيما يتعلق بوزاره النفط، لان حقيقه وزاره النفط وتوجه معالي الوزير وتوجه قياده القطاع النفطي كلها باتجاه خدمه المناطق المحرره بالذات والموصل للنهوض بها، لما تمثل الموصل من انه واجهه من واجهات العراق ومساحه الموصل وارتباط الموصل بالمحافظات الاخرى وحق اهل الموصل على الوزاره والعراق. وبالتاكيد بدور قناه الموصليه هي جاهزه لدعم اي خدمه تقدم للمواطن العراقي، اي خدمه تقدم الى الشعب باكمله من خلال وزاره النفط او اي وزاره اخرى. نشكر حضورك ويانا استاذ كاظم على هذه المعلومات، نتمنى اللقاء بك مجددا. الله يبارك فيكم، شرفتونا ونورتوا شركه توزيع المنتجات النفطيه. شكرا. وقناه الموصليه قناه سباقه، قناه بارزه في ايصال دائما الاحداث وتغطيه كل شيء مهم يخدم الناس جميعا. اذا مدير توزيع المنتجات النفطيه في العراق الاستاذ كاظم سير ياسين، شكرا جزيلا لك. شكرا لحسن المتابعه والى اللقاء.